بعد ما عرفنا التعريف بتاع السيكس سيجما، كان في تعريفين موجودين في جينيت براون، لكن اقربهم ان انا عايز اعمل امبروفمنت، فده احد الابروتش بتاعت الامبروفمنت، واني بحتاج اعمل الحكايه دي في ديزاين او ريديزاين لاي بروسيس انا بعمل له امبروفمنت، عايز اقلل الفاريشنز اللي فيه، اعمل نير اليمينيشن اوف ذا فاريشنز، وكمان نير اليمينيشن اوف ذا ديفكتس. كروسبي قال انه يبقى elimination of the defect مش near elimination of the defect، يعني عايز البرفكشن علشان الناس تحاول تسعى للبرفكشن وبالتالي عندها الامل دايما انها تحسن. هنتكلم بقى دلوقتي عن التول الرئيسيه اللي بتستخدمها السيكس سيجما في الوصول الى الامبروفمنت. الحقيقه هي التولز الرئيسيه اللي احنا عارفينها اللي الناس كلها بتتكلم عليها، الدي مايك او الدي ام اي اي سي، ديفاين ميجر انالايز امبروف كنترول. لكن داخل كل التولز دي احنا بنستخدم كل التولز اللي احنا خدناها في شابتر 4، معظم التولز احنا اتكلمنا فيها قبل كده وعارفينهم كلهم معظمهم، هنتطرق اليهم اثناء الحوار عن الديمايك. طبعا الديمايك مش حاجة اساسية، احنا عايزين نوضح الاول ان الديمايك ده هي تول بتستخدم في السيكس سيجما علشان اعمل ايه بقى، اعمل امبروفمنت لبروسيس موجود، يعني ريديزاين. يبقى أنا لما بتكلم على الديمايك يبقى أنا بتكلم على الريديزاين، معناها إن عندي بروسس شغال بس تعبان وعايز يتحسن. عرفت بقى من الكاستمر والشكاوي والحاجات دي إن البروسس ده تعبان، فأنا محتاج إن أنا أغير. هنتكلم بعد كده عن حاجة بتستخدم فيه لو أنت هتعمل ديزاين للنيو بروسس، هنتكلم عليها بسرعة كده إن شاء الله في آخر المحاضرة دي، لكن مهم قوي إن احنا نتكلم على التولز إيه هي الدي والإم والإي والآي والسي. هنبدأ الأول بالدي، ديفاين. أنا يا ترى محتاج أنا أعمل ديفاين ليه؟ لازم أنا عندي مشكلة أكيد واقع فيها، ومعلش قبل برضو ما ندخل، خلي السكوب بتاعك، إحنا بنتكلم في السيكس سيجما يعني بنتكلم في بروسس ستيبل، يعني بنتكلم في كومن كوز فاريشنز. أنا ما بدورش على حاجة فيها مصيبة زي الفيميا، لا، الفيميا دي بتدور على المصايب عشان تقضي عليها، انما السيكس سيجما بتشتغل على الكومن كوز فاريشن. طيب انا محتاج اول حاجه اعمل ديفلوب بروبلم ستيتمنت، اني لازم اقدم ورقه اني انا عندي مشكله والمشكله دي انا مش عارف احلها. خلاص خدنا خبر ان في مشكله، فاحتاج ان انا اعمل ايه، ديفاين ذا جول باي ديفلوبينج ا جول ستيتمنت. طيب يعني انت عندك مشكله واحنا عايزين نحلها، ايه الحل بتاعها؟ والله انا عايز اغير البروسيس ده من كده لكده، او عايز احقق هدف معين، ابسط العميل، اعمل كذا، العيان ده يبقى كويس، ايا كان بحدد البروبلم وحدد الجول. define process by developing maps of the processes. دلوقتي لما يكون عندي بروسيس، البروسيس ده يا جماعه واحد من وسط مليون بروسيس موجود داخل اي اسم، اذا انا المفروض يكون عندي خرائط للبروسيس دي. لو انا عندي خريطه للبروسيس دي اقدر اقول الخريطه دي البروسيس ده هو اللي تعبان، يبقى اذا كل البروسيس المفروض تبقى مكتوبه علشان اللي انا بمارسها طبعا في المستشفى في اللي هو العمل اليومي العادي، يبقى انا بضطر يكون عندي دايما خريطه لكل البروسيس اللي بعملها علشان اعرف اطلع البروسيس التعبان اللي بشتكي منه. النقطه الرابعه، define your customer and their requirements. وبعدين احنا اتكلمنا في النقطه دي كلام واضح قبل كده، وقلنا عندنا كاستمر سبيسيفيكيشن، الكاستمر ده هو عايز مني ايه اعمله، ده اساس ملوش علاقه بالبروسيس، البروسيس بيبقى جوه السبيسيفيكيشن بتاع الكاستمر، يعني انا اظبط البروسيس بتاعي على متطلبات الكاستمر. بعد ما اخلص الديفاين، انا كده خلاص خلصت الديفاين، دخلت على ميجر، بدخل على ميجر، الميجر الحاجه الرئيسيه اللي انا عايزها ايه، ماب اوت ذا كرنت بروسيس. محتاج اطلع الخريطه زي ما قلنا ديفاين، اطلع الخريطه بتاع البروسيس ده اللي هو شغال دلوقتي وابدا ادرسها ازاي بقى. يبقى اول حاجه determine how the process currently perform، هو شغال ازاي البروسيس ده اصلا، اوله فين واخره فين ومين involved وبيعملوا ايه وايه الحاجات اللي موجوده جواه. طيب انا درست البروسيس ده، هضطر ابص على look for what might be causing problem، ابص على بقى الديفكت اللي موجود داخل البروسيس ده. بعدين بعد ما بصيت على الديفكت ده، قالوا ان في ديفكت هنا، لازم ادعم كلام الديفكت بديتا، يبقى لازم اجمع ديتا.
احط بقى مونيتور واحط كاميرات وانديكيتورز عشان تجيب لي ارقام. لازم تبقى الدراسه علميه، وبعدين اتاكد ان الديتا دي مظبوطه، محدش لعب فيها ولا مظبط الورق كده وخلاص، واعمل ابديت للشغل بتاعي في البروجكت بتاعي الامبروفمنت ده، وابدا ادخل في المرحله الجديده. انا خلصت كده فاين، قسنا الميجر، هندخل على انالايز. عندي بقى ديتا دلوقتي موجوده على الديسيجن، يعني ايه ديتا متجمعه، افهم بقى المشكله ماشيه ازاي. دلوقتي اقدر اعمل ايدنتيفاي ذا كوز اوف ذا بروبلم فعلا ازاي. استخدم التولز بتاعتي بقى، من الحاجات اللي بستخدمها نعمل برين ستورمنج، الناس تتجمع مع بعض وتقول اه المشكله دي ممكن يكون فيها كذا وممكن فيها كذا. لما يكون مالتي ديسيبلينري تيم طبعا بيتجمع ديتا كتيره وكويسه، وكل واحد بيبقى عنده فكره كويسه عن العطب اللي موجود او المشكله اللي موجوده. ممكن كمان نعمل فيريفاي ذا كوز اوف ذا بروبلم، يعني انا بقى هعمل بريورتايزيشن، يعني انا دلوقتي عندي مجموعه مشكلات موجوده في البرين ستورمنج، 10 افكار او 15 فكره او 15 مشكله، بعمل ايه؟ بعمل باريتو، والباريتو ده بيقول لي ايه اكبر حاجه عامله مشكله، اللي هو ال 80% من البروبلمز caused by 20% of the causes. طيب خلصت، بعمل ايه؟ ابديت للشغل بتاعي وادخل على الخطوه اللي بعديها، define measure analyze.